السلام عليكم اجيو الفلاوان، الحمد لله راكم بخير، كيف الاحوال؟ بخير. رانا مع خونا محمد السعيد. محمد السعيد في التيفاي. انا مصري، صحفي مصري مقيم هنا في فرنسا. الله يبارك. ضرني كثيرا ما حدث لكم من هذا الطفل الذي اعتدى عليكم في منطقة نيي. عندما رأيت هذا الفيديو استقصيت بعض الإخوة هل أحد منكم شاهد الموقعة، فكان هناك أحد الأصدقاء لي صحفي معنا وأحمد شكري، فقال لي إنه كان موجود في هذا التوقيت، وما حدث لك كان اعتداء غاشم من بعض أذناب النظام والعاملين مع الأنظمة العربية الديكتاتورية الذين لا يستحون ويتطاولون على الأحرار سواء في فرنسا أو في خارج فرنسا. ما حدث لك هو اعتداء على الحريات العامة والحريات الخاصة لك كشخص ولنا نحن كأشخاص نعيش في هذا البلد الحر، ولا بد للقضاء الفرنسي أن يحاكمه، لأن هناك بعض الأصوات خرجت يقولون أن رشيد نكاز هو الذي دخل هذا المكان ونتيجة لهذا الدخول استدعى هذا العنصر الإرهابي، أنا أظنه إرهابيا لأنه ما فعله معك لا يتجاوز إلا لا يدخل إلا في حدود الإرهاب، لأنه قد تفاعل معك باليد وقد اعتدى عليك اعتداء غاشم. لو كان هناك بينك وبينه ضغينة كان القضاء وساحة القضاء أولى بها، أما أنه ينزل من بيتي ويعتدي عليك في هذا المكان وأنت تنزف، ورأيت البوليس الفرنسي المتواطئ يتعامل معك بشيء من الحدة، وهذا ما أقوله للإدارة الفرنسية، عليكم أن تتعاملوا مع الأحرار بالأحرار بأسلوب الأحرار وليس بأسلوب النجاعة وليس بأسلوب الخبث والتعامل مع الأنظمة. ما تحصلون عليه من الجزائر تأخذونه بغير رضا الشعب، أقول هذا وأكرره، ما تحصلون عليه من الجزائر تأخذونه بغير رضا الشعب، تأخذونه من أجل أن يستمر هذا النظام قابع على الكراسي. أنا لست ضد النظام الجزائري، ولكن أقول الشعب الجزائري عانى كثيرا أكثر من 10 سنوات، ومن فعل هذا في الشعب الجزائري أنهم هم الآن الذين يحكمون الجزائر، ومن قتل الشعب الجزائري هم الآن الذين يحكمون الجزائر، فلا بد للشعب الجزائري أن يختار حكامه، الشعب الجزائري عليه أن يختار حكامه وعليه أن يوقف هؤلاء الأوغاد الذين يأتون إلى فرنسا ويحصلون على بين قوسين حرية في التطاول وأن يعتدها الآخرين، فلا بد من وقف هؤلاء. وأقول لك إن عندما وضعت الفيديو الخاص بك على موقع الأحرار نيوز تفاعل معك المصريون في مصر وقالوا لا يجوز لهذا الحر أن يتعامل بهذا الخبث وبهذا الدهاء من هؤلاء القابعون هنا في فرنسا تحت حماية الحكومة الفرنسية، وعليك أنت كحر أن تقاضي الحكومة الفرنسية أولا لأنها لم تحقق لك الأمن وحققت لهذا العنصر الإرهابي الحماية. والآخر وفي نهاية المطاف أقول لك إن أحرار مصر والرافضين الانقلاب العسكري في مصر معك قلبا وقالما، لأنك تقف مع الأحرار وتقف مع السيدات اللواتي منعنا من ارتداء الحجاب أو النقاب والذي منعنا من النزول البحر بالبوركيني، أنت وقفت معهم ونحن ندين لك بهذا الموقف لأنك رجل في زمن عز فيه الرجال، وشكرا لك وإن شاء الله معك دائما لا تخشى. عندي سؤال سي محمد. تفضل. كان فساد في مصر؟ الفساد في مصر إذا حكيت عن الفساد لا تستطيع أن تتنفس من رائحة الفساد، الفساد وصل إلى عنان السماء، لا يستطيع أحد في مصر الآن أو في أي مكان في مصر أن يعيش عيشة حرة، يكفي أنك إذا أردت أن تحصل على الخبز لابد أن تحصل على كارت، هذا الكارت تقوم بها الحكومة الفرنسية تضع لك في يدك وتقول لك في اليوم 5 أرغفة، وإن لم يكن معك هذا الكارت فعليك أن تشتري الرغيف الواحد ب50 قرشا، وإذا علمت أن مرتب المواطن العادي في مصر لا يتجاوز 1200 جنيه مصري أي ما يعادل حوالي أقل من 100 يورو، يعني إحنا بنتكلم في شعب للأسف يعيش في مرحلة من الحضيض ومرحلة من الدمار الشامل في الاقتصاد وفي التعليم، يكفي أن مصر خرجت من منظومة التعليم، نحن لسنا موجودين على منظومة التعليم الآن. في الاقتصاد نفس الشيء، مصر مديونة الآن ب80 مليار دولار، وهذا في منتهى الخطورة على الاقتصاد المصري، لأن بدأ البنك الدولي أرسل إلينا مبعوثا أمس سيكون موقعه ومتمركز في القاهرة، وهذا نسميه نحن
عبارة عن ممثل للحكومات الأجنبية في الحصول على الدولارات التي أخذها عبد الفتاح السيسي، وهذا سيكون عبئا كبيرا على النظام المصري وعبئا جديدا على الشعب المصري. والنظام المصري الآن هو يترنح، ولولا المساعدات التي تقدم لهم من دول مثل الإمارات وهي دولة المؤامرات ودولة السعودية ودولة الكويت ودولة البحرين، هؤلاء هم الذين يساندونه الآن، بالإضافة إلى السند الكبير له وهم الصهاينة. ولا ننسى هؤلاء لأنهم هم انقلبوا على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، ونحن في مصر نتذكر ذلك جيدا ولن نترك حق الشعب المصري. هناك أكثر من 60,000 معتقل، وهناك أكثر من 5,000 شهيد في مصر، وهناك خارج السجون من هم مختفيون قسريا. والاختفاء القسري هو أحد الوسائل التي يتبعها النظام المصري الآن لإخفاء كل المناهضين له وكل الذين يطالبون بالحرية والمساواة، تم إخفاؤهم قسريا حتى لا يظهر لهم صوت، ويظل الإعلام المصري أحد أسلحة هذا النظام، والقضاء المصري الفاسد هو أحد أسلحة هذا النظام. إذن الإعلام والفساد المنتشر فيه والانتشار في الفساد يتمركز أيضا في مجلس النواب الذي هو يسمونه الشعب، مجلس الشعب، وهذا المجلس الذي يعطي شرعية للسيسي بكل القوانين الوضعية التي تم وضعها لكبت الشعب والحصول على قروض دون موافقة مجلس الشعب. حتى أول أمس بدأ تطبيق نظام جديد لقانون الطوارئ وتجديد نظام قانون الطوارئ 3 أشهر دون الرجوع للشعب، دون الرجوع إلى مجلس الشعب، وهذا يدل على أن السيسي امتلك في يده جميع السلطات، السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وسلطة التشريع. إذن الشعب المصري الآن يعيش في مرحلة من الحضيض إلى أسفل الحضيض. عندي سؤال آخر يا سي محمد، بعد الربيع العربي مصر ولا ديمقراطية ولا حكم عسكري؟ الربيع العربي سيد الفاضل أراد أن يتخلص من حكم العسكر على مدار 60 عام. ما حدث في مصر كان انقلاب على الربيع العربي. الربيع العربي الذي تمنيناه نحن، كنا نتمنى أن يحكمنا حاكم عربي، حاكم مصري منتخب، وجاء الحاكم المصري المنتخب. لكن لا تنظر إلى المشهد العام وما حدث في مصر، لأنه كان هناك ترتيبات خارجية. الرئيس المصري قال نريد أن نمتلك غذائنا، نمتلك دوائنا، ننتج سلاحنا. هذه الأشياء الثلاثة تعطيك أنت كمواطن تعيش في مصر إن كنت مصريا أن تمتلك حريتك، ولا تخضع لهؤلاء في يوم من الأيام لا بالقروض ولا بالمساعدات. ولكن هؤلاء الغرب أرادوا محو التجربة، لأن على رأسها رجل حافظ كتاب الله، رجل مسلم يقول ربي الله، وأنا جئت باختيار الشعب، ولأول مرة يحكم مصر رئيس مصري منتخب منذ الفرعون. لم يحكم مصر رئيس منتخب إلا الدكتور محمد مرسي الذي جاء بانتخابات حرة مباشرة. بالنسبة للقضية تاع المسلمين تاع بورما روينغاس، هل الحكومة المصرية يعني دفعت عليهم ولا؟ الحكومة المصرية ما جاءني منذ أكثر من أسبوعين أنها منعت مظاهرة أمام السفارة بورما، واعتبرت أن التظاهر ضد حتى حكومة بورما يدخل تحت طائلة قانون التظاهر، أنه ليس من حقك أن تتظاهر إلا بأمر من وزارة الداخلية، وتكتب فيه في هذا التصريح أن عدد الكلمات التي تقولها في المظاهرة أنك لا تهتف ضد النظام، لا تهتف ضد إسقاط شرعية نظام ما، أن تقول كلمات معينة، تكتب هذه الكلمات ويوافقون عليها مسبقا، ويتم تحديد عدد الأفراد، ويتم تحديد عدد المانشيتات أي البندرول وكلام من ده. لكن للأسف منعت هذه المظاهرات، ولا يوجد مظاهرة في مصر إلا فقط سمح بها مرة واحدة، هي مظاهرة من أجل الكلاب. تخيل، مظاهرة من أجل الكلاب تظاهرنا فيها سيدات المجتمع الفاخر في مدينة نصر، وعملوا مظاهرة من أجل الاعتداء على كلب. نحن لسنا ضد الاعتداء على الكلاب، ونحن أيضا نقول إن الحرية مكفولة للجميع حتى للكلاب، ولكن عندما يتم الموافقة على مظاهرة للكلاب ولا يتم مظاهرة بموافقة على إنقاذ إخواتنا في الروهينجا أو علو الصوت، نسمع العالم صوتنا كعرب ومسلمين إن إحنا بندافع عن إخواتنا المسلمين، فهذا ممنوع في دولة القمع، دولة الدكتاتور عبد الفتاح السيسي. هو راك تروح لمصر ولا لا؟ تذهب إلى مصر؟ ممنوع من مصر. ممنوع؟ نعم. وهذا شرف لي. كم سنوات؟ هذا السنة العام الخامس.
خامسة. نعم منذ الانقلاب. إن شاء الله ترجع ال. إن شاء الله. صغيرة وكسندرية إن شاء الله. إن شاء الله. ترجع في رحبة. وأكون معك إن شاء الله. أكون معك إن شاء الله وأستحبك ل. أستضيفك في الإسكندرية. أنا من الإسكندرية. الله يبارك. أنا ولدي اسمه إسكندر. ما شاء الله. الله يبارك. الله يبارك فيكم. بارك الله فيك. صحيته أستاذ. بارك الله فيك. صحيته يبارك فيك. أي روح نشوف ال. السلام عليكم. وشكركم. خير. يعطيكم الصحة. الله يسلمكم. بارك الله فيكم. إن شاء الله معكم إن شاء الله. نروح اليوم على. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة كنا مع أروح أروح لي أروح. دكتور السلام عليكم. Ça va bien. Alhamdulillah. Vous savez qu'ils m'ont interdit d'aller au Bangladesh. Vous savez. Nous allons ensemble. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors qu'est-ce que vous voulez? Oui, une photo. Oui. Après, je vais donner la parole au docteur. Non, non, si. Ça se réchauffe. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on est les. Oui, ça se passe. Sahel. Sahel. Qu'est-ce qui se passe? Où ça se passe? Docteur. Alors, Alhamdoulilah, donc vous avez organisé cette manifestation ici au Métrominal Montant en soutien aux Rohingyas de Birmanie. Quelle est la situation aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire les Rohingyas. Où ça se passe? C'est des citoyens comme tous les citoyens de Myanmar. Ils sont là depuis 1600 à l'année 1600. Tous les droits de citoyenneté, ils ont considéré comme c'est des immigrés. Dans la histoire, on trouve que c'est des gens origine de ce pays, la Union de Myanmar, ancien Birmanie. Donc, c'est un des colonies comme Bangladesh, Birmanie. Donc, à ce moment-là. Ces gens-là, colonisés par Britanniques, et puis ils ont été déplacés partout comme librement. À cette époque, ils n'avaient pas de citoyenneté, ils n'avaient pas liste ou quelconque des choses. On résiste. On a fait beaucoup de manifestations. Oui. Pourquoi la communauté internationale se tait? Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, communauté internationale, en disant que l'ONU existe, la Union des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies existe. Il y a une loi contre le crime, contre le génocide, contre quelconque des persécutions. Mais l'ONU aujourd'hui, ils ne font rien, ils disent rien. La sécurité du Conseil de sécurité de l'ONU, aujourd'hui, ils sautent. Ils ne disent rien, ils ne prennent aucune décision contre ces génocides pour pire dans la histoire humaine. Donc, c'est des crimes carrément contre la humanité, mais l'ONU dit rien, les grandes puissances disent rien, ils prennent pas les initiatives ou aucune mesure pour condamner cette junte militaire ou des dirigeants de Birmanie. C'est un état terroriste. La Birmanie, c'est-à-dire Myanmar, c'est un état voyou. Le droit de se manifester, c'est un droit constitutionnel. Oui. C'est un droit réservé à tout le monde, même qu'il soit étranger. Pourquoi les musulmans et les arabes ne sauvent pas? Pourquoi les musulmans et les arabes ne sauvent pas? D'abord, aujourd'hui,
Vous savez bien qu'au Myanmar, ils sont en train de tuer massivement, massacrer les Rohingyas. Ils sont en train de violer les femmes en réunion. C'est des militaires, c'est des bouddhistes rakhans qui font ça contre les Rohingyas. Ils sont en train de déchirer les ventres des femmes, sortir les bébés, tuer les mères, un bébé. Et puis, ils sont en train de brûler ensemble des centaines de Rohingyas vivants. Ils sont en train d'en tirer les Rohingyas des centaines en vivant. Donc, c'est vraiment terrible. Mais ce n'est pas seulement un génocide. C'est vraiment des crimes contre la humanité. Et pourquoi il n'y a que le Bangladesh qui aide les Rohingyas? Pourquoi il n'y a que le Bangladesh? Parce qu'aujourd'hui, la position du Bangladesh, c'est un peu coincé aussi. Parce que c'est un État, d'abord, c'est un État qui est lié, frontalier de Birmanie. Donc, les Rohingyas n'ont aucun accès ailleurs. Ils ne peuvent pas y aller de l'autre côté à Thaïlande parce que c'est très loin. C'est des militaires occupés, etc. L'autre côté, l'Inde, il n'accepte pas. L'État indien, il est poussé au Bangladesh par force. Donc aujourd'hui, la position du Bangladesh, vraiment, c'est comme on peut dire, coincé. On ne peut pas ni rejeter, d'entrer, ni accepter. Tout d'abord, la politique internationale, comme ce peuple, ils ne disent rien, ils sautent. Donc, Bangladesh, ce n'est pas une grande puissance. Déclarer la guerre contre la Myanmar. Docteur, pourquoi le Bangladesh m'a interdit d'aller au Bangladesh? Pourquoi? Qui? Moi, Rachid Nekas, musulman algérien. Pourquoi? Pas seulement vous. Il y a des. Aujourd'hui, il interdit de rentrer des médias internationaux, des associations internationales ou des ONG humanitaires. Au Bangladesh? Non, pas au Bangladesh. Moi, je parle du Bangladesh. Mais Bangladesh, peut-être. Non, c'est sûr. Oui, non. Peut-être c'est des politiques internationales qui jouent. Peut-être ils ont demandé l'État Bangladesh. D'où interdit, d'où y aller, parce que vous êtes pour les Rohingyas. Donc, comme c'est vous êtes pour les Rohingyas, donc peut-être c'est Massad, ou bien c'est Ro, ou Sia, il interdit d'où escalader, ou d'où entrer au Bangladesh, un homme qui est pour les Rohingyas. Donc, aujourd'hui, pas seulement M. Rachid Nekas, il est tous les activistes qui sont pour soutenir pour les Rohingyas, qui sont contre l'État Boucher, l'État terroriste, l'État voyou de Birmanie. Donc,